لحظة واحدة، لو ايدك وقفت عند الفيديو ده ركز معايا بقى في الكلام اللي هقوله لك، ولو عاوز تكمل تقليب مفيش مشكلة، ولو جالك اشعار من عندي على الصفحة يبقى خير وبركة، حاجة جميلة جدا، ويا ريت تفيد بغيرك كمان. لو انت ضعيف ايه اللي هيبين انك ضعيف؟ يلا قول. لو انت ضعيف اللي هيبين انك ضعيف لغة جسدك، نبرة صوتك، هيئتك، شكلك، مظهرك، طريقة تعاملك مع الامور والمواقف، هي دي الحاجات اللي هتبين انك ضعيف، مش واثق من نفسك. ايه الحاجات اللي هتبين انك مش واثق من نفسك؟ لغة جسدك، نبرة صوتك، نظرة عينك، حركاتك وتعاملاتك مع الاخرين. ايه اللي هيبين انك شخص ما بتعرفش تواجه، او شخص ما بتتحملش المسؤولية لما تقع في الافعال؟ يبقى في حاجات ظاهرة بتؤدي ان احنا نحكم على نفسنا والاخرين يحكموا علينا ان احنا شخصية ضعيفة، او شخصية لا تتحمل المسؤولية، او شخصية غير واثقة من نفسها. يبقى انت يا حبيبي اللي بتحكم على حياتك وبتحكم على شخصيتك بالنطاق اللي انت بتظهره للناس، انا واثق من نفسي ولا انا مش واثق من نفسي؟ حد يجي يقول لي ازاي اثق من نفسي، انا كل الناس بتعاملني وحش، لما ادخل اي مكان بحس باهتزاز، ما بعرفش اتعامل مع الناس، حاسس ان شخصية ضعيفة، حاسس ان الناس بتستفزني، الناس بتاكل اعصابي، بتستنزف طاقتي، الناس بتاثر عليا، ما بتخلينيش اتحرك في حياتي. الكلمه الوحيده اللي بتاثر فيا ان انا شخص ضعيف، ان انا شخص غير مسؤول، ان انا شخص ما بعرفش اتعامل مع الناس، ان انا شخص غير اجتماعي، ان انا شخص فاشل في الحياه. كل الحاجات دي ليها ظواهر، الظواهر اللي انا بقول لك عليها النهارده لو عملتها هتتغير 180 درجه في حياتك. وتحدي، انا جربت ده، انت كمان ممكن تجرب ده، وتجيلي بعد فترة تقول لي والله الله يبارك لك يا محمد يا مصطفى، علمتني حاجات ما كنتش اعرفها، والحمد لله طورت وغيرت من نفسي. اول حاجة لازم تعملها، ودايما اقولها للناس في دوراتي، واقولها في الايفنتات، واقولها حتى في التلفزيون لما بطلع التلفزيون، بقول يا جماعة ادعي الشيء حتى تتقنه. ادعي انك بتعرف تثق من نفسك، ادعي انك بتعرف تتعامل مع الاخرين، ادعي ان نبرة صوتك كويسة، ادعي ان انت شخص مسؤول، ادعي ان انت شخص ناجح. حتى لما تتعايش مع الادعاء في النجاح، هتبحث عن الناس الناجحين، هتقرأ السير الذاتية، هتشوف الحاجات الجميلة جدا اللي الناجحين عايشين فيها، هتشوف الانجازات اللي بيحققوها، تقول والله يا الله يبارك لهم، وربنا يبارك لنا كمان، ربنا يزيدهم ويزيدنا انا كمان. هتلاقي نفسك كده في طاقة متشاركة مع الاشخاص الناجحين، في طاقة متشاركة مع الاشخاص واثقين من نفسهم. شوف بيمشوا ازاي، بيتحركوا ازاي، بياكلوا ازاي، بينظروا ازاي، بيتكلموا ازاي. الحاجات دي كلها لو انت عملت نموذج معادل لهذا النموذج، وده بنسميه الشخصية المتوازية. ان انا شخصية ضعيفة، قعدتي عاملة كده، نبرة صوتي خفيتة جدا، نظرة عيني ببص في كل اتجاه، ما بعرفش اركز مع الطرف التاني. يبقى انا علشان احاكي النموذج الناجح، وحاكي الشخصية الناجحة، وتعايش بالشخصية الموازية للآخرين اللي هم واثقين من نفسهم وعاوز أكون زيهم وأحسن منهم كمان، يبقى أنا أعمل الأفعال اللي هم بيعملوها بشكل ظاهري حتى تنعكس هذه الأفعال الظاهرية على الداخل، فاستشعر قيمة النجاح وإن أنا واحد منهم. أنا بتعجب جدا من ناس، أي نعم ناس بسيطة، بتدخل اماكن راقيه جدا، واو، بمبالغ ضخمه جدا، الاشياء لما يجي يسال عليها يقولوا ايه ده، انا مستحيل اقدر احصل على هذا الشيء، ده سعره غالي جدا، يا راجل ايه انت جبتني خنقتني في المكان ده. عنده طاقه فقر، هيفضل طول عمره فقير لانه مش مستشعر طاقه النجاح جواه، فهيشوف الاخرين اللي عايشين ومستمتعين ومبسوطين ومعاهم فلوس واو، لانه هو مش قادر، عايش طاقه الفقر. لكن في ناس معاهاش، في ناس مش قادرة ان هي تشتري هذه الاشياء، ولكن عندها يقين بالله، وعندها ثقة داخلية، وعندها غنى ان في يوم من الايام تستطيع شراء هذا، ولكن هو الامر مجرد وقت. فلو انت من الناس اللي بتدخل اي مكان مع اصدقائك، او تدخل مكان راقي جدا، او تشوف حد ناجح نجاح مبهر في وقت قياسي، تقول انا مستحيل اقدر اعمل زيه، طاقة فقر يا حبيبي، لازم تفوق. يبقى انا علشان انجح في حياتي واكون واثق من نفسي، لازم اتعايش وحاكي الاشخاص الناجحين، واتعامل بالشخصية الموازية. الشخص اللي بيحبطني، طز باي باي مع السلامة، كلمته ورأيه يدل عليه ما يدلش علي انا. انا شخص واثق من نفسي، شخص مؤمن بقدراتي، شخص ماشي في المسار الصحيح، شخص لا أؤذي أحد، شخص يعرف ربنا كويس، ما يهمنيش كلام الناس، طز
ويتركن على جنب فورا وتعيد حساباتك من جديد وتبدا تاخد خطتك اتجاه الحياه السليمه اللي المفروض تكون عليها. عشان تكون واثق من نفسك لازم تحاكي الشخصيات الناجحه، الشخصيات الواثقه بنفسها. اوعى تقول لنفسك كلام سلبي زي انا فاشل، انا شكلي وحش، انا مناخيري كبيره، انا شعري اكرت، انا كذا انا كذا انا كذا، انا مفيش حد بيبص لي من الشباب، مفيش حد عايز يجي يتقدم لي، والشاب بيقول مفيش بنت ممكن تتعرف عليا لان انا شكلي كذا وشكلي كذا مش بالشكل، بالثقه واليقين. ممكن تلاقي حد شكله متواضع جدا وحد مبهر جدا في الجمال والاثنين مرتبطين ببعض وبيحبوا بعض، هو عنده طاقه غنى وهي عندها طاقه تشبع بالغنى، فالاثنين التقوا في نفس التردد. فاوعى تقول على نفسك قليل، راي الناس فيك مش هيدل عليه. يبقى اول خطه او خطوه للثقه بالنفس محاكاه شخصيات ناجحه. بتقعد ازاي، بتاكل ازاي، بتكلم الناس ازاي، نظرة عينك عاملة ازاي، الخجل الداخلي بتتخلص منه لما تقرأ عن الثقة كتير، لما تتعايش في الحالة. لكن طول ما انت قاعد ما بتتحركش هتاخد على راسك في الحياة. فوق، قوم، استيقظ، وسيبك من كل التراكمات والألام اللي انت عايش فيها دي وكلام الناس عنك، وابدأ خطوة جديدة تجاه شخصية موازية بتمتلك الثقة بنفسها. لو فعلا حسيت ان في حاجة تهزك جواك راحة لطريق الثقة بالنفس، شارك الفيديو ده لغيرك علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. واتحداك في خلال 14 ل 21 يوم لو طبقت نموذج ناجح في حياتك، ازاي تقعد، ازاي تاكل، ازاي تشرب، ازاي تتكلم مع الناس، ازاي تنظر في عين الناس، ازاي تتعامل مع نفسك انك شخص ناجح، انك شخص غني، من 14 ل 21 يوم هتلاقي تفكيرك اتغير تماما، ثم يتحول هذا التفكير الى فعل في الواقع، فهتلاقي حياتك اخذت مسار ايجابي رائع. ونتحدى بعض، وقابلك ان شاء الله بعد هذه المدة. أشكركم شكرا جزيلا، كان معكم محمد مصطفى، سلام ورحمة وبركة ومحبة عليكم أينما كنتم.